اوكي اذا تذكروا امبارح بدينا نحكي انه اللابلاس ترانسفورم ممكن يمثل سيجنال ممكن يمثل سيستم او بلوك ممكن نفس اللابلاس ترانسفورم يمثل لي سيجنال او سيستم فبنقول انه اندر مثال عليها مثلا اذا عندي اللابلاس ترانسفورم 1 على اس 1 على اس ممكن يمثل ستيب فانكشن ممكن يمثل هذا صحيح بالنسبة ل السيجنال الثاني، شوف مجموعة سيجنال هون راح اطلعه باني اطلع الامبلس، الامبلس لو دخلت امبلس على بلوك الترانسفير فانكشن للامبلس واحد فبكون الريسبونس هو نفسه البلوك دايجرام تبع السيستم. لو جينا اخذنا مثلا على سبيل المثال ناخذ انتجريتر نعمل منه سيستم عفوا انا كان لازم احط هذا فيرست اوردر سيستم لازم الدينومينيتور يكون 1 0 صارت عندي هاي ترانسفير فانكشن للانتجريتر هلا اذا عملنا impulse system on a grid واضح انه السيستم هون ستيب فانكشن فهذا نفس الريسبونس تبعه هو كسيجنال او كسيستم هو نفس الشيء اللي هو الترانسفير فانكشن تبعت 1 على اس والريسبونس هاي هي السيجنال اللي كورسبوندز تو 1 على اس اللي هي ستيب فانكشن لو عملنا نفس الشيء بالنسبه لمثلا اخذنا فيرست اوردر سيستم عندي فيرست اوردر سيستم اللي تايم كونستنت تساوي 1 وعملنا نفس الشيء امبلس راح نشوف انه هاي هذه عباره عن سيجنال فهاي نفس الترانسفير فانكشن هي الترانسفير فانكشن تبعت هاي السيجنال اللي هي الامبلس ريسبونس فهاي هاي السيجنال من هون تعادل او تقابل كسيجنال السيستم اللي هو الفيرست اوردر سيستم ونفس الشيء بالنسبه لو طلعنا مثلا اخذنا على سبيل المثال critically damped system عندي هذا السيستم وده عملنا انبلس وهذه كسيجنال كسيجنال هاي اللابلاس ترانسفورم تبعها 1 على اس سكوير بلس 2 اس بلس 1 لكن 1 على اس سكوير بلس اس سكوير بلس 2 اس بلس 1 هي كمان ترانسفير فانكشن او لابلاس ترانسفورم تبع البلوك دايجرام اللي بيمثل واخر شيء لو طلعنا على سيشن اوردر سيستم اخذنا
لو هذا اندر دامب سيستم هذا اندر دامب لانه بي سكوير اقل من 4 اي سي هاي نفس الشيء هاي السيجنال ترانسفير فانكشن تبعتها هي نفس الترانسفير او اللابلاس ترانسفورم تبعها هو نفس الترانسفير فانكشن تبعت سكند اوردر اندر دامب سيستم